لاحظ التغيرات التي طرأت هنا، وهي واضحة هنا أيضا. لنجري له اختبارات أخرى. سيدتي، الحقيقة أن تماثله للشفاء فاق توقعاتنا. زوجك يحس تقدما كبيرا. ألن يتقدم أكثر من ذلك؟ سيدة، لي هذا علم، وأنا ليس بإمكاني التنبؤ بما هو مستحيل. إذن هنالك إمكانية كبيرة بأن يشفى. لقد استعاد زوجك عافيته تقريبا، ولم نكن نتوقع ذلك، ولكن أن يعود لما كانت عليه حالته قبل إصابته، أخشى بأن الأمل بذلك ضعيف جدا. ألا تتوقع معجزة؟ الوضع الذي بلغه الآن معجزة بحد ذاتها. بروس، أنت تمارس الكثير من التمارين، احرص على أن لا تبالغ في ذلك ولا تتسرع. لا بأس. ليندا، ماذا قال الطبيب؟ هل أخبرك الحقيقة؟ بالتأكيد. أنت تحرز تقدما كبيرا فاق التوقعات. حقا؟ أجل، كان مندهشا جدا من شفاء إصابتك لأن النتيجة إيجابية. لكني ما زلت لا أستطيع الوقوف. توقع خيرا. هل هذا ما قاله الطبيب؟ قلت لكم بروس صانع المعجزات. هيا بنا. هيا، سننتظرك في الخارج. وداعا. أتريد ماء؟ لا بروس، سأذهب غدا لأحضر براندون. لا أريد أن أتعب أمي أكثر من ذلك. الاعتناء بطفل أمر صعب. يبدو بأني سأواجه مشكلة وأريدها أن تحل. لا أريد أن يراني براندون وأنا بهذا الضعف وأجلس على هذا الكرسي. ليندا، بروس. أهلا. أهلا، تفضل. كل شيء على ما يرام؟ كيف حالك اليوم؟ منذ قليل كنت سأتصل بك. يا لها من مصادفة، يبدو أن الحدث قادنا إليك. ما الأمر؟ أريد التكلم بشأن إعادة فتح مركز الكونغ فو. هذا رائع. وما الرأي في ذلك؟ سبق وفاجأنا حين قرر إغلاق المركز، وترغب الآن بإعادة افتتاحه مجددا. أشعر بأنني أحرز تقدما كل يوم وأني سأتمثل للشفاء في غضون شهر واحد أو شهرين. ولذلك جيمس، أول شيء فكرت به إعادة فتح المركز. بروس، عليك أن تعلم بأن هناك أمورا تستغرق بعض الوقت. برأيي أنت تتسرع في كثير من الأمور. باعتقادي عليك التركيز على الاهتمام بصحتك. الوقت مبكر للتحدث بهذا الشأن الآن، أليس كذلك؟ جيمس محق فيما يقوله. يجب أن يهتم بروس بصحته. ما أعنيه أنه يجب ألا تكون متعجلا بإصدار قراراتك. ألستم على يقين من أنني سأشفى؟ أم لديكم شك؟ لا 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 لا، أنا لم أعني ذلك أبدا. لا أريدك أن تشغل بالك بأية أمور أخرى حاليا. مررت بجانب المركز، ما زال مقفلا. عندما يحين الوقت المناسب أخبرني لأعيد افتتاحه، فجميع الطلبة سيكونون متلهفين للالتحاق به ثانية. عظيم، رائع. أسمعت ذلك؟ استغرقت وقتا طويلا في التفكير مؤخرا. يتعين على مراكز الفنون القتالية أن تتبنى نظرية الجديدة. هل تدرك ما أعنيه جيمس؟
علينا الآن أفهمك. العمل على إنشاء نظام خاص بنا بحيث يرتكز برنامج التدريب على نظريتي في الفنون القتالية. هل تعتقدون أنني متغطرس كما يشاع؟ بروس، أجهل وجهة نظر الآخرين، ولكني لا أعتقد بأنك مغرور. أرى أنك ومنذ بعض الوقت نجحت في تشكيل نظام خاص بك. كيمورا، ما الذي يشغلك؟ لم تقل شيئا. أريد أن أقول قريبا سيولد نجم مقاتل. انظروا إلى كيمورا، انظروا، تعلم كيمورا كيف يجامل. لابد أن العالم على شفا هاوية. من أين تعلمت هذا كيمورا؟ إنها الحقيقة بروس. ما بها ليندا؟ وظفت ليندا كل جهودها وساعدتني في إعداد ملخص عن نظريتي، ونحن الآن على وشك الانتهاء من ذلك. هذا رائع بروس، وعليك أيضا مواصلة تمارينك في نفس الوقت. ما زلت أعتقد أن الوخز بالإبر الصينية بالإضافة للتمارين من شأنه أن يعجل في عملية شفائك. أيعقل أن بروس استعاد عافيته بهذه السرعة؟ أجل، حين تعرض للإصابة ظننت بأن مستقبله المهني قد انتهى، ولكن ما شاهدته في الأشهر الماضية جعلني أستعيد أملي فيه. هذا رائع. تماثله السريع للشفاء لم يكن دليلا على أن خطته العلاجية كانت ناجعة فحسب، بل برهنت على أنه يتمتع بقدرات ذهنية جبارة. أتعلم شيئا؟ منذ طفولته وهو صاحب شخصية قوية، وكان لذلك دور كبير في شفائه. تفضل. ليندا، ما الذي أتى بك؟ تفضلي. ليندا، ادخلي أرجوك، اجلسي. شكرا. لو سمحتما أصغيا إلي. أعلم أنكما تخططان لإعادة افتتاح مركز الكونغ فو. لا أرغب بتثبيت عزيمتكما، ولكن ما الأمر ليندا؟ أقصد شفاء بروس بهذه السرعة يعتبر معجزة فعلا، لكن بروس لا يفكر بشكل واقعي، يعتقد أنه سيعود كما كان. ما قصدك؟ لقد كذبت بشأن النتائج الطبية. ماذا؟ ماذا قال الطبيب؟ ذكر بأن بروس لن يعود كسابق عهده. لا، هذا مستحيل، إن حالته تتحسن يوميا، فلما لا يتعافى؟ هكذا قيل لي. ولكن كنا نحتفل باسترداده عافيته، فكيف يحدث شيء كهذا؟ كيف؟ في الواقع ما يقلقني هو أن بروس لا يعرف ما قلته لكما، ويستعد بكل ثقة ليعيد افتتاح مركز التدريب، وسوف يتحطم لو أنه عرف الحقيقة. هذا ما يزعجني، لهذا حضرت لبحث الأمر معكما. ليندا، هوني عليك، دعينا نخفي هذا الأمر عن بروس ولو لبعض الوقت. إنه فتى صلب وسيتقبل الحقيقة مهما كانت. لن تكون هناك مشكلة، لا تقلقي، ثقي بكلامي، أنا أعرف بروس جيدا. لن أقلق، أعلم أنه بطل. والآن سوف أنصرف. حسنا. وداعا. وداعا. ليندا، يجب أن تصمدي لأجل بروس. سأصمد. كيمورا، كفى شربا، دعني وشأني.
كيمورا، ناولني الكأس. كف عن الشراب، قلت دعني وشأني. لن يتعافى بروس، انتهى أمر أبرز معلمي الفنون القتالية. هذا غير منصف، غير منصف. يجب أن تكف عن اهتساء الشراب. قلت ابتعد، دعني وشأني. أمثالكم هم السبب في هذا. قديما اليابانيون نشروا تعليم القتال بين العامة، مما أدى إلى ازدهار الكاراتيه والجودو. أما أنتم تكتفون فقط بتعليم أولادكم ليسيروا على خطاكم، ومن ثم لأحفادكم، إلى أن أتى ذلك اليوم الذي ظهر فيه بروس لي ليشرف الصينيين. هل أخطأ بذلك؟ كيف تطلب مني أن أهدأ؟ العالم لا شيء بلا بروس لي، لا شيء أبدا. توقف، قلت لك كف عن اهتساء الشراب. أعطني الكأس. إن شعوري أسوأ بكثير من شعورك أنت. ما الفائدة من اللجوء للشراب؟ أنا من أحضره من هونغ كونغ. إن كان ما قالته ليندا صحيحا، فعلينا أن نواجه الحقيقة ونكون أقوياء لفعل ذلك. بابا نحن هنا. آه حبيبي، تعال صغيري، اترك قدمه لنجلس. إنه يبتسم لي، انظر إليه، إنه يبتسم. انتبه، سيقدم لك براندن عرضا. انتبه بابا لعرض ابنك الشيق. تعال يا بني، اذهب. هيا هيا هيا، اذهب إلى بابا. تعال يا حبيبي إلى بابا. لا براندن. أفزعتني بني. وقفت أخيرا. ليندا، براندن جعلني أقف. بروس، دعني أحمله حبيبي. لا أصدق، أنت بخير. أريد تنزه بصحبتكما. لا بقى، لنذهب. براندن هو من جعلني أقف على قدمي، لم أتوقع أن يحصل هذا. أنت تسير؟ أجل، أستطيع ذلك، أستطيع المشي. الحمد لله، أنت تمشي. كم أنا سعيدة. أنا سعيد.
بروس، بروس، ماذا تريد؟ كيمورا، أريدك أن تسدي لي صنيعا. أريد الحصول على هذا الجهاز. دقيقة واحدة تعادل 200 رفعة، معقول؟ أجل، شاهدته بالصدفة هنا وأعتقد بأنه ليس سيئا، فهو ينشط العضلات وهذا ما أحتاجه. جهاز لتمرين العضلات؟ أجل، أمضيت كما تعلم فترة دون حركة مما أضر بطاقتي، وجهاز كهذا سيكون ذا فعالية وسيعينني على استعادة قوتي، وهذا ما أريده. تفضل سيدي، سأريك آلية عمل المنتج. جهزي. قد تواجه بعض الصعوبات في البداية، لكن كل شيء سيكون على ما يرام. هل أنت مستعد سيدي؟ نعم مستعد. اثبت قليلا. يجب ألا يستعمل لفترة طويلة أول مرة. هل له أثر جانبية سلبية؟ على الإطلاق، إنه جهاز يفيد العضلات كثيرا، لقد جربته بنفسك ولم تلحظ أي أثر سلبي. إذن الجهاز هنا، سوف أجربه الآن. بروس، قد تعاني من صعوبة في البداية. كيمورا، هل اختبرته بنفسك؟ أجل، تشعر بعد ذلك بألم في عضلاتك، لا توجد أثار أخرى. لا تقلق، سبق واختبره كيمورا، دعوني أجرب. كيمورا، متأكد بأنه لا يشكل أي خطر؟ لا تقلق، إنه آمن. كيمورا، مستعد؟ أجل، سأبدأ. كيف تشعر؟ أنا على ما يرام. سأزيد القوة. حسنا. سأوقفه. لا لا، استمر. ما الذي يشغلك؟ أفكار كثيرة، أعتقد أن نظريتي في الفنون القتالية يجب أن تحمل اسما لائقا. أشغل نفسي بالتفكير باسم لها. لا بأس بروس، علينا التفكير باسم يتفوق بقوته على الأنظمة الأخرى. هل تفكر بإطلاق اسم عصري يختلف عن الأسماء المتداولة حاليا؟ لا، يبقى الاسم مجرد اسم. إن اخترنا تسمية معقدة فهذا سيربك الطلبة، فعلى سبيل المثال إن اخترنا اسم إزهاي كوندو، جيت كوندو، الجاو كوندو، دانك كوندو، كلها أسماء تدل على الحركات المستعملة، لكنها في النهاية مجرد أسماء، مجرد أسماء فقط. إزهاي كوندو ليس اختيارا جيدا، يبدو كما لو أن معرفتنا مقتصرة على الضربات المباشرة. ما رأيكم
باسم جيت كوندو. اسم جيد، سنطلق عليها هذا الاسم. حسنا، سنعتمد هذا الاسم. أعتقد أن الطبيب محق فيما قاله، ما رأيك؟ ظننت أن بروس سيكون بانتظارنا. قد يكون في غرفته. نعم ربما. سارة إن كان في صالة التدريب. بروس، بروس أين أنت؟ أين ذهب؟ بلطف كيمورا، احرص على طفل صغير، لا تدعه يؤذي نفسه. حسنا، تمشى معه. تعال جيس، ثبت الكيس. بروس، هل أنت بخير؟ بالتأكيد، لا داعي للقلق، قلت لك من قبل، فلتذهب العلوم الطبية الأمريكية إلى الجحيم. حبيبك. حسنا جيس، لنحاول مرة ثانية، هيا. ماذا تقول؟ مرة أخرى؟ لا 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 لا، سأفعل أنا. هيا. ممتاز، هذا رائع. عزيزي، أنا معجبة بك ومعجبة ببطولتك. بروس، أتعرف كم أحبك؟ سدد بقوة، حدق بوجه خصمك، كن سريعا. أحسنت، على هذا النحو. تحكم بالموقف لتهزم خصمك. لا بأس، سنحاول ثانية. عدد المتقدمين قليل رغم نشرنا للإعلان. بعد أن أغلق المركز، هناك بعض الراغبين بتعلم الفنون القتالية قد فقدوا ثقتهم بنا. ما عدد الطلبة لدينا الآن؟ بالإضافة إلى الصينيين، هناك عدد من الأجانب، المجموع 18 طالبا. هكذا لن نتمكن من تغطية إيجار المكان. لما لا تحاضر في الجامعات عن نظرياتك؟ ربما نضطر لذلك. لا، سنستمر بإعطاء الدروس ولو لطالب واحد. ما يقلقني هو ألا يتوفر لدينا حيز كاف ليستوعب الطلبة. الجميع اصطفوا. حسنا، سنتعلم اليوم شيئا جديدا، دعوني أريكم. سدد ضربتك جيد، سدد بقوة، كن أسرع. جيد، مرة أخرى. تماما، هكذا، لنكرر. فهمتم؟ استعملوا المرفقين لسد الفراغ العلوي.
وذلك عند استعمالك للأسلوب الغربي. لنجرب. حاول مضاعفة قوتك هكذا. هيا. تماما. ادفع اليد اليمنى للأعلى هكذا ثم اركل. هل هذا واضح؟ أجل. تستطيعون الآن طرح الأسئلة على السيد بروسلي. لو سمحت سيد بروسلي، أريد أن أسألك، هل تستطيع المشاركة في المباريات؟ أستطيع المشاركة والفوز. نعم. حدثنا عن مرحلة شفائك لو سمحت. بروس، هل قرأت الصحيفة؟ هناك مقالة بعنوان بروس يحقق المعجزة. أتعلم ماذا يعني ذلك لنا؟ مركزنا أصبح لا يستوعب الطلبة المتقدمين. معروف عن كيمورا أنه بطيء في ردة فعله، ولكن حين سمع بالأخبار الجيدة اليوم أتى مباشرة لإبلاغك. منذ وقت طويل وأنا أفكر بهذا اليوم. تعال كيمورا، اقترب. كيمورا، نازلني بأسلوب الأودي. كرر. فهمت الآن؟ أثناء اشتباكك معي منحتني فرصة لأشن هجومي. هيا استعمل ما لديك من مهارة لقتالي. هذه جيت كوندو، لكي تبلغ أعلى مستوى لك يجدر بك التخلص من جميع الحركات عظيمة الفائدة لتقضي على خصمك في أقصر وقت ممكن. ما الذي تقصده بجيت كوندو؟ أخبرني. تريد أن تعرف؟ طبعا أريد. أخبرني بروس، فأنا مهتم. لا بأس. تقنية جيت عبارة عن أسلوب قتالي يغني عن الأساليب القديمة. بعبارة أخرى تستطيع القول يحول الغير ملموس إلى شيء ملموس، الغير ملموس إلى ملموس، وهذا ما يجعل منه أسلوبا مجديا. لا علاقة له بأسلوب محدد، إذ يتيح لك استعمال أي طريقة، وبإمكانه أن يكون متناسبا مع كل الطرق. ولا تنسى بأنه أسلوب لا يقيدك بشيء ولا يلزمك بطريقة. هل فهمت ما أقصده؟ كيمورا، سأعلمك هذا الأسلوب وسندرب الجميع عليه. أهذا واضح؟ نعم واضح. صحيح. لا تنسى كذلك ما قلته لك سابقا، أفرغ كأسك لتعيد ملأه بشيء جديد. هل تفهمني؟ إفراغ الكأس وإعادة ملئه بشيء جديد. راقب جيدا، لا تتحرك. ماذا نسمي ذلك؟ وضع دفاعا وهجوم، هذا هو أفضل تعريف مباشر وواضح لتفسير أسلوب جيت كوندو. أجل، فهمت. لدي سؤال سيدي. تفضل. كما ترى فأنا نحيل جدا، هل بمقدوري إتقان الفنون القتالية؟ طبعا تستطيع، أنت أفضل حالا مني. إنها الحقيقة صدقني، حين ولدت كنت أزن 5 باوندات. أنا لا أكذب، انظر، هل رأيت؟ قدماي مسطحتان، ها؟ وأعاني من انحراف في بصري. إن وقفت على بعد 20 خطوة مني فلن أميز من تكون. ثقتكم بنفسكم هي التي تكفل لكم النجاح فيما تقدمون عليه. واضح؟ واضح. واضح؟ واضح, واضح. Thank you.
لا أدري ماذا حدث. أوه اسمع جيس، ما رأيك لو زدنا سرعة الغسالة؟ حسنا لا بأس. دعنا نرى ما الذي يحدث هنا. هكذا؟ لا لا حبيبي. حبيبتي اسمع. ماذا؟ لا يمكنك استخدام غسالتي لإعداد العصير، لن تفعل هذا. لا تغضبي. تعالي تعالي اجلسي هنا. بروس حبي أصغي إلي جيدا. حبيبتي هذه الغسالة هي مكنتي الخاصة لإعداد العصير. خلال نقاهتي اكتشفت أنها وسيلة ناجعة لإعداد العصير. جيس شغل الآلة لإعداد العصير. ماذا؟ لإعداد العصير؟ هذا ممكن؟ ومن قال بأنها لغسل الثياب وليست لإعداد العصير؟ حسنا سوف أريكم، سترون بأنفسكم. لكي لا تشككوا فيما أقول بعد الآن. يا إلهي سأضع الخضروات التي أريدها. إنه جاهز. تفضل جيس جرب. ما هذا؟ عصير خضار. عصير خضار؟ سأجرب. كيف وجدته؟ مذاقه لذيذ. بالتأكيد لا شك أنه لذيذ. ضعه هنا. أهلا تفضلا بالدخول. أشكرك. من هنا بروس. أهلا بروس. كم أنا سعيد برؤيتك. أهلا بك بروفيسور. ما هي أخبارك؟ جيدة بروس. كيف حالك؟ تفضلا بالجلوس. شكرا. سأكون معكما. ماذا؟ تفضلا تفضلا. ستتذوقون العصير، إنه عصير من اختراعي. جيس تذوقه وأعطاني رأيه، والآن حان دوركم. تذوق هذا. بروفيسور جرب. بروس أنا ما زلت أشعر بالقلق، أعتقد بأنك يجب أن تمضي فترة نقاهة أطول. لا تتسرع. أنا على ما يرام. خلال فترة نقاهتي قرأت تقريبا كل كتاب له علاقة بالفنون القتالية. تكون لدي الآن مفهوم عميق عن أسلوب جيت كوندو. أعتقد بأن هذا الأسلوب سيصبح أفضل أسلوب قتالي في العالم أجمع، ولهذا أخطط للمشاركة في المنافسات الأمريكية في أقرب وقت. بروس لا شك أنك قادر على تحقيق المعجزات، ولكن لم يمضي وقت على شفائك. بريطاني أحمق، ما الداعي لهراء كهذا؟ ماذا؟ كيف تريد المشاركة بوضعك هذا؟ لا زلت مجرد أسيوي ضعيف. ماذا دهاك بروس؟ لا تتحمق، اهدأ. بروس ما الذي يجعلك لا تتقبل دعابة كهذه؟ هل أنت على ميران؟ بلير عليك أن تعود لإكمال دراستك، سأشعر بالارتياح لذلك. تعرفني لا أحب مزاحا كهذا. بروس لا شك أن بلير كان يجب أن لا يمازحك، إنه لم يتوقف عن التحدث عنك منذ عاد إلى سياتل، إنه يريد أن يصبح أحد أتباعك. بلير أنا آسف، لا أدري لماذا فعلت هذا. أنا آسف ولكن لا بأس لا بأس، دعونا ننسى الأمر، فلنناقش أمر مشاركتك بالبطولة. بروس هل تعتقد أنني قصدت إهانتك عندما مازحتك؟ هذا أمر مختلف. أعلم أنني لن أكون صديقا مقربا لك يوما. بلير 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 هي. ما هذا الكلام؟ بلير لطالما اعتبرتك صديقي. شكرا على أي حال، وداعا. هيا
كم يبلغ عدد طلبة المركز؟ قرابة 200 موزعين على 4 جلسات تدريبية، الصف المسائي هو ما تشاهده الآن. حدثني بلير عن وضعك هنا. في الحقيقة أنه خلال فترة نقاهتك لم يذهب للجامعة بعد عودته إلى سياتل. إنه حزين جدا، يدرك أن حالته الصحية لن تسمح له بالمشاركة في المباريات. دعنا نجلس هنا. اجلس. في الحقيقة هو لن يلعب بعد الآن، وهذا ما جعله يضع جل آماله فيك. أدرك ما تقوله، وأعلم أيضا أن بلير رجل بمعنى الكلمة. تماما، حتى إنه طلب مني الانضمام لمدرستك. أنت موضع ترحيب كما تعلم، ذلك من دواعي سرور. يجب أن تطلب من بلير العودة إلى هنا. قلت بأنه صديق مقرب بالنسبة لي، لكن هو من قرر أن يرحل. حقا أنا لا أستطيع أن أفهم سر المشاكل التي بينكما. ها؟ بروفيسور إينو، آمل أن تفكر جديا بالالتحاق بالمركز. هيا بروس، تعال دعنا نتمرن، سنرى الفرق بين الأسلوب الفلبيني والأسلوب الغربي في القتال. ما رأيك؟ هيا لك ما يسارية. جيد، سأتفادى هذه اللكمة. انظر، شد ذراعك، حاول أن تصوب الآن. لا تجعل عينيك تنظران إلى عيني مباشرة، بل ركز في ذراعك. هيا. في وضعي الهجوم والدفاع أستطيع بنفس الوقت شن هجماتي على النقاط الضعيفة. هناك العديد من النقاط الضعيفة في الجسم، الأكتاف والعنق وهذه المنطقة. هيا لنجرب ثانية. أرأيت؟ تحولت هذه المنطقة إلى نقطة ضعف لديك. انظر، أستطيع تهشيمها. كرر، سدد بقوة. ركز على هذه النقطة. هيا حسنا، ركز هنا. واضرب. لحظة، أنت تركز على قوة جسدك أكثر من خفة الحركة، ثم تضرب. انظر، انهض. بروس، لا شك أنك حققت المعجزة. في الحقيقة نظريتك حول جيت كوندو بدأت تثير اهتمامي، ولم يسبق لي أن التقيت بشاب في مثل سنك ابتكر أسلوبا خاصا. تفضل بالجلوس بروفيسور، تفضل. بروفيسور إينو، لدي وجهة نظر تخالفك، سأشرح لك. جيت كوندو ليست أسلوبا قتاليا، بل حالة ذهنية. إنها لا تنتمي لأي مدرسة إطلاقا، وتقنياتها غير محدودة. إنها نوع من المبارزة التي تعتمد على الذهن، تركز على الحركات المدفوعة برد فعل طبيعي. هذا يعني أننا يجب أن ننظر لأولئك الذين يتبارون معا على أنهم أناس عاديون؟ إذن لن تدوم الفنون القتالية في هذا العالم. انظر، أنت لم تستعمل أسلوبا محددا بروفيسور. كل ما فعلته أنك بسطت ذراعك ورددتها، وهذا عبارة عن رد فعل طبيعي. فأنت لم تهدر وقتك، لم تلجأ لوضعية القرفصاء أو تستعمل أي حركة، وإلا لما قمت بحركة خاطفة. هذه نظريتي، إنها النظرية المتعلقة بالفنون القتالية. بروس، حقا كلامك مقنع. لا بأس بروفيسور، دعنا الآن من الحديث عن هذه النظرية، وفكر معي، كيف سأضمن الفوز ببطولة الولايات المتحدة؟ ولكن أمر صحتك يثير قلقي. انظر بنفسك.
ما من مشكلة. دعني أفصح عن رأيي بذلك. في هذه المنافسة يتوفر 3 مقاتلين فقط، وهم الأكثر جدارة: رولكس وأنت وبياو زينغهي. يجدر بك أنت وسيد بياو تعزيز نقاط القوة لديكما وتفادي نقاط الضعف لضمان الفوز. إذن سأذهب لأراه حالا. انتظر، لا تكن عجولا. رغم أن بياو معلم كبير، إلا أنه ليس مغرورا، ولكن سبق أن حاول العديد من المقاتلين تبادل المهارات معه حتى سئم، وسيرفض طلبك. بروفيسور، أعرف كيف أقنعه.